قم بحل المعادلة التالية 5 على 2 إكس ناقص 4 على 3 إكس يساوي 7 على 18، وأعطينا أن إكس لا يمكن أن تساوي 0 لأن ذلك سيجعل هاتان العبارتان غير معرفتان. أتمنى أن الإجابة هنا ليست 0، ومن ثم هذا يصبح إن هذه معلومة إضافية لا حاجة لها. إذا دعونا نجد كيفية حلها. أول مكان الجيد لأن نبدأ، لا أفضل وجود عبارة X في المقامات، إذا دعونا نضرب. وفي الحقيقة بشكل عام لا أفضل وجود كسور في المعادلات التي أقوم بحلها. إذا دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نضرب المعادلة بأشياء يتم بها التخلص من الكسور. دعوني أعيد كتابتها في هذه المساحة، 5 على 2 X، ومن ثم لدينا سالب 4 على 3 X يساوي 7 على 18. الآن إذا أردنا أن نتخلص من الاثنان الموجودة في المقام هنا، فيمكننا أن نضرب كل شيء باثنان. إذا أردنا التخلص من هذه ثلاثة في المقام، فيمكننا أن نضرب كل شيء بثلاثة. إذا أردنا التخلص من هذه 18، فيمكننا أن نضرب كل شيء بثمانية عشر، وثمانية عشر أيضا تحتوي على 2 و3. تحليل 18 إلى عواملها الأساسية هو 2 ضرب 9، أي 3 ضرب 3. فعندما نضرب طرفي المعادلة ب18، فإننا في الواقع نضرب ب2 و3 و3 أخرى. لذا دعونا نضرب طرفي هذه المعادلة ب18. سوف أضرب هذه العبارة ب18، ومن ثم أضرب هذه العبارة ب18، وهذا سيجعلني أتخلص من هذه الأعداد في المقام. 18 تقسيم 3 يساوي 6، 18 تقسيم 2 يساوي 9، لكن ليس لدينا مجرد أعداد في المقام وحسب، بل يوجد لدينا عبارات X، لذا دعونا أيضا نضرب طرفي المعادلة بX، فهذا سيخلصنا من هذه. سوف نضرب طرفي المعادلة ب18X. ب18X نحن نأخذ المضاعف المشترك الأصغر لـ2X، 3X و18، هذا هو أصغر عدد يقبل القسمة على جميع هذه الأجزاء الثلاثة. الآن عندما نفعل هذا سيختفي ستختفي المقامات التي لدينا. X تقسيم X يساوي 1، 18 تقسيم 2 يساوي 9، إذن هذه العبارة تصبح 9 ضرب 5 وتساوي 45. ثم هذه العبارة هنا، إكس تقسيم إكس يساوي 1، 18 تقسيم 3 يساوي 6، إذن لدينا 6 ضرب 4 يساوي 24، لكن لدينا إشارة طرح هنا، إذن سالب 24 يساوي، دعوني أكتب هذا باللون الأصفر، يساوي ثم لدينا هذه العبارة، 7 على 18 ضرب 18X. حسنا، يتم حذف 18 ويتبقى لدينا 7 ضرب X ويساوي 7X. والآن هذه تصبح معادلة أبسط بكثير. الآن ما هو ناتج 45 ناقص 24؟ دعونا نرى، 45 ناقص 20 يساوي 25، ثم نطرح منه 4 فيكون الناتج 21، إذا نحصل على 21 يساوي 7X. نقسم كلا الطرفين على 7 ونحصل على X تساوي 3. X تساوي 3. ودعونا نتحقق من نجاح ذلك. إذن لدينا 5 على 2X، وهذا يعادل 5 على 2 ضرب 3 ناقص 4 على 3 ضرب 3، هذا ما يساوي 5 على 6 ناقص 4 على 18، 4 على 9.
نحن بحاجة لإيجاد مقام موحد. 18 هي المضاعف المشترك الأصغر لستة وتسعة، لذا دعونا نضع فوق 18 خمسة على ستة، هذا يعادل 15 على 18، نضرب البسط والمقام بثلاثة. أربعة على تسعة يعادل 8 على 18، نضرب البسط والمقام باثنان. 15 ناقص 8، إذن هذا يساوي 15 ناقص 8 على 18، أي ما يساوي 7 على 18. لقد نجح. إذن 5 على 2 x عندما x تساوي 3 ناقص 4 على 3 x عندما x تساوي 3، هذا حقا يساوي 7 على 18، وبهذا قد انتهينا.